ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الموفين عهده، أما بعد. أيها الرئيس المحترم والأساتذة الكرام وزملائي الأحباء في الله، يسرني ويسعدني أن أكون أمامكم في هذه الفرصة الذهبية حول الموضوع المختار المسلم: المواطنية ليست بموهبة الحكومة. أولا أحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذه المنصة الميمونة العاطرة، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. إخوة الإيمان، والآن ولأن وطننا الهند والحكومة وساداتها يحاولون لأتي بقانون جديد في تبديل حقوق الجنسية، ويجعلون هدفهم بهذا هدفا واحدا، وهي إخراج المسلمين إلى بلد أخرى، وليجعل وطننا هذا بلدا هندوسيا. وأدعو انتباهكم إلى موقفي هذا، كما نعرف إن وطننا الهند هي مستقلة منذ 947,000، على أن البريطانيين أطلقوا وطننا واجتهدوا في الظفر به عديد من آبائنا مع قلع النظر إلى الدين والكيلة واللون إلى قيمة. ولكن بالأسف هناك أمور عديدة ما استقل منها وطننا حتى الآن، وتغطيه وتلصق به يوما بعد يوم، وأعظمها الطائفة من السادات الحكومة في إيتاء قانون جديد بضد الجنسية. نعم أيها الأحبة، والهند معروفة في التاريخ الاتسام والاتحاد بين الأديان والأقوام، وأن سد سور الإندية التعدية والتنبية، ولكن هذا العمل لا تزال صورة مهما كانت من الأكثرية والأقلية، ولكنها من الأكثرية أضر وأظلم، تسلب الأمانة والأمن والكرامة والقرب. كم من مسلم يقتلون في بلاد الهند ويمزقون أعواهم ودموعا ويدمرون بين الناس، وما الذنب الذي ارتكبوها؟ ومن أثار هذه المصيبة؟ والمصيبة في هذا كله أن الحكومة الحاكمة تساعد وتؤكد من يقوم بهذه العملية المفسدة حتى يقتل رجل من بين العامة، لا يتقدم أحد لسلامته، والجمع يكر على بيت واحد وانبتوا بعد قتله سببا أنه خذن اللهم، اشتروا اللهم بالإنسانية وانبتوا بعد قتله سببا أنه خذن اللهم. هذا خطر، خطر كبير. وأحبائي في الله، إذا أمعننا النظر إلى تاريخ الهند وجدنا أنها ابتدأت قبل استقلال الهند، وكان هناك طائفة من السادات يهدفون إلى أن يجعل الهند بلادا هندوسية، منهم دامودر سافرقر الذي قام بعملية تأسيس دولة قومية الهندوسية حتى تم تشكيله للحزب الآن المعروف باسم RSS. والآن والحزب والقائد والسائد للحكومة المتحكمة لا ينفذ عملياته شيئا وشيئا، وبهذا تتولد طائفة من الحكومة السادة إلى أقلية. ولذلك ومهما كانت الهند تخطو إلى وراء في كل مجال، مهما كان في مجال الاقتصاد والتعليمي والاجتماعي وغيرها، إخوة الإيمان انتهوا واعملوا معا، فإن كل دين مهما كان إسلاميا أو هندوسيا أو مسيحيا إنما يؤكد السلامة والكرامة، والناس كلهم بنو إنسان واحد. علينا أن نبتعد عن هذا التنفيذات الحكومة بإيتاء قانون جديد بتبديل الجنسية وتسجيل الجنسية الدولية، ولنا عمل متفق بشبكاتنا كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أعيروني إنكم الوعي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم واحد وإن آباءكم واحد، على الأفضل لعربي على أجمي، ولا لأجمي على أحمر، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.
وإذا نظرنا في طول بلادنا الهند نظرنا الجور والظلم والفتن والجر. ولا أريد إطالة كلامي هذا وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.